طمن بقى على مقر النادي الاهلي بالجزيره، الانشطه الرياضيه، اعضاء النادي الاهلي، كل الامور دي هنطمن من خلال مراسلتنا روزان نصر اللي اكيد بنصبح عليها في البدايه. صباح الفل طبعا يا روزان، يعني ماذا لديك من اخبار؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. قبل ما أبدأ كلامي كريم بقول لك منور استوديو 10 صبح في الأهلي طبعا، ومزيد من التألق والنجاح. خليني بقى أقول لكم من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل آخر الأخبار سواء لكرة القدم أو كمان الألعاب الأخرى. هنبدأ طبعا كلامنا بالفريق الأول لكرة القدم طبعا تحت قيادة مارسيل كولر لخوض بقى أول جولة من بطولة الدوري المصري بمواجهة طبعا المصري البورسعيدي في السابعة مساء يوم الثلاثاء 19 سبتمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية. النهاردة بقى خلاص الجهاز الفني أعطى طبعا راحة سلبية للفريق وهيستأنفوا تدريباتهم غدا على ملعب مختار التتش. كل التوفيق أكيد يعني في بداية الدوري المصري لرجال الأهلي. فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2008 حقق فوز كبير خارج ملعبه على أسوان بتسعة أهداف دون رد في المباراة اللي جمعت بين الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية. كمان فريق الناشئين مواليد 2009 كان يعني فاز خارج ملعبه أيضا على الجونة برباعية دون رد في المباراة اللي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية. الحقيقة يعني الناشئين الحقيقة بادئين الموسم قوة جدا، مزيد من التألق ليهم إن شاء الله. الفريق الأول لكرة اليد سيدات حققوا فوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 43-16 في المباراة اللي أقيمت أمس ضمن منافسات طبعا منطقة القاهرة. أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي هنا بالجزيرة، وقدم سيدات الأهلي الحقيقة أداء مميز جدا خلال المباراة. شهدت طبعا تألق لاعبات الفريق في الدفاع والهجوم، ونجح الفريق في فرض السيطرة بالكامل على اللقاء من البداية اللي ينتهي الشوط الأول بنتيجة 26-9، ووصل كمان تفوقه خلال الشوط الثاني ليتمكن من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 43-16. أخيرا خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي أعلن عن تجديد عقد أحمد مهيب لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، وكمان قال إن نوقع على عقود الاستمرار في النادي لمدة 4 مواسم، وكمان وضح إن هذا التجديد خطوة مهمة جدا في إطار الحفاظ على العناصر المميزة بالفريق وتوفير حالة من الاستقرار تساعد طبعا الجهاز الفني على تجهيز الفريق بالكامل من أجل المنافسة على البطولات جميعا. دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة. بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. شكرا ليكي أكيد زميلتنا العزيزة جدا روزان نصر من مقر النادي الأهلي بفرع الجزيرة.